السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بيده واستل بسنته وانتاجنا جاو إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع حضراتكم ما بدأناه من شرحنا لكتاب حلية طالب العلم الذي ألفه الشيخ بكر بن عبد الله الغزيد رحمه الله. وبدأنا بالفصل الأول وهو قول المصنف رحمه الله: آداب طالب العلم في نفسه. آداب طالب العلم في نفسه، وأخذنا النية، وأخذنا أن تكون على جادة السلف الصالح، وأخذنا الملازمة لخشية الله تعالى، وأخذنا دوام المراقبة، وأخذنا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من قوله: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من قوله: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم. القناعة والزهادة، عفوا، نبدأ من قوله: القناعة والزهادة. القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد. الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. إلى الزهاد. قال: التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد. العلماء رحمهم الله فرقوا بين الزهد وبين الورع، فقالوا أن الورع أعم من الزهد. حقيقة اللفظ لقلنا أن الزهد مرتبة أعلى. الورع أن تتورع عن الحرام. الورع أن تتورع عن الحرام وألا تقع فيه قدر استطاعتك. أما الزهد فيكون عن المباح أيضا. أما الزهد فيكون عن بعض المباحات أيضا. يبقى الورع يخص الحرام، أما الزهد فقد يكون عن بعض المباحات أيضا. فلو قلناها بعبارة أخرى لقلنا أن الورع البعد عما يضر في الآخرة، والزهد البعد عما لا ينفع في الآخرة. تاني، الورع البعد عما يضر في الآخرة، أما الزهد فهو البعد عما لا ينفع في الآخرة. وفرق بين اللفظين: الورع البعد عما يضر في الآخرة، أما الزهد فهو البعد عما لا ينفع في الآخرة. وفرق بين اللفظين: حينما أقول لك ابتعد عما يضرك، غير لما أقول لك اترك ما لا ينفعك. يعني ممكن أقول لك ابتعد عما لا يضرك، ولكن تأخذ ما لا ينفعك. ده هيضرني، هبتعد عنه. طيب ده مش هينفعني، برضو هاخده. يبقى لما أقول لك ابتعد عما يضرك، ليس معناها إن أنا بقول لك ألا تأخذ ما لا ينفعك. لا، أنت ممكن تأخذ ما لا ينفعك. ولو جبناها مثلا بلغة الطعام، مثلا لو قال لك ابتعد عن الشطة مثلا، من النشويات مثلا التي لا تنفع مثلا، لا ما منعكش منه. إنما لما أقول لك دع ما لا ينفعك، يبقى هتخرج ما يضر وهتخرج ما لا ينفع. مش ما يضر بس، ما ممكن يبقى ما ينفعش بس بيضر، وممكن يبقى ما بيضر بس ما بينفعش. يعني معنى الكلام ان انا لما اقول لك سيب اللي بيضرك، مش معنى كده ان انا نهيتك عن ما لا ينفع. ان انا لما اقول لك سيب ما لا ينفع، فبالتالي هتدخل فيها حاجتين: الذي يضر والذي لا ينفع. الورع البعد عن الحرام، اما الزهد فالبعد عن الحرام وما لا ينفع في الاخر. فيبقى الزهد اعلى. وبالصيغه الاصل الحرام والمباح، بعض المباحات، مش كل المباح ولكن
يمنع نفسه عن بعض المباحات زهدا في الدنيا، زهدا في الدنيا. فالزهد مرتبة أعلى. ولكن قصد هنا شيخ رحمه الله بالزهد فيما وضح من الكلام أنه قصد بالزهد، قصد به الورع الذي يخص الحرام، وكأنما يقول ابتعد عن الحرام ولو فيه من زينة الدنيا ما فيه، فقصد به الورع الذي هو البعد عن الحرام، التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد. فقال الزهد بالحرام، يعني الزهد عن الحرام والابتعاد عن حماه، عن حدود الحرام، لأنك لو وقفت على الحما أو على الحد توشك أن تقع فيه، فابتعد عن الحد أصلا. أنا ليه أمشي على الخط؟ ما هو لو كده هقع، لو كده هقع، كده مش هقع. طب وإيه اللي يمشيني على الخط؟ طب ما أمشي بعيد. واضح؟ فقال والبعد عن حماية، يعني عن حدودي، بالكف عن المشتبهات. وهذا تصديقا لحديث النبي الحلال بينه والحرام بينه، الحديث مشهور. وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، ده بعض المباحات. عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وقلنا إن طالب العلم غني عن أن ينظر إلى ما في أيدي الناس، غني. فإن طالب العلم ما معه من علم لا يساوى بمال ولا يقدر بمال، لا سيما القرآن أصل العلم وأعلى شيء. وذكرت لك أن الله قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ولا يعلوه شيء، ولا يعلوه كلام، ولا يعلوه كلام، ولا يساويه مال. إذا كان حامل القرآن يأتي أبواه عليهما حلة لا تقدر بهما الدنيا، ده مين؟ أبوه وأمه. ليه؟ علشان هو حامل القرآن، بيجي أبوه وأمه عليهم حلة كده، لو اتوزنت الدنيا قصاد الحلتين دول هم أتقل واعلى. ده مين؟ أبو حامل القرآن وأم حامل القرآن، فما ظنكم به هو حامل القرآن نفسه أجره إيه؟ طيب ليه؟ عشان القرآن نفسه. طب القرآن نفسه ما قيمة الدنيا؟ إذا كان الحلتين دول كرامة لأبويه من أجل أنه حمل القرآن ولا تقوم بهما الدنيا، الدنيا كلها ما تسويهاش، فما ظنك إذا وضعت القرآن نفسه قصاد الدنيا لا تسوي سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. خلاص استغنيت، استغنيت، لا تنظر إلى الدنيا إلى حطامها. فكذلك صاحب العلم ما آتاه الله من علم يجعله لا ينظر إلى ما في أيدي الناس. ما ينفعش يبقى صاحب علم وصاحب قرآن وصاحب أحاديث و و و وبيعلم الناس الخير ويمشي يقول أما للعربية اللي مع فلان، أما فلان بياخد مش عارف كم مليار، أما لو الواحد ياخد مش عارف إيه، أما فلان جاب مش عارف إيه. لا لا، أنت معك ما أنت به أغنى الناس، أغنى الناس، لا سيما حامل القرآن. لو خصصنا حامل القرآن أغنى إنسان على وجه الأرض، حامل القرآن العامل به، لا نقصد حامل القرآن ليشقى به ويقعد يلعب به في المياتم ويقرب ويبعد زي ما بنقعد نتكلم في المسائل دي. لا، حامل القرآن العامل به الذي يفقهه ويعرف به على الأقل المعاني المجملة فيه مش التفصيل، هذا أغنى الناس، أغنى الناس، أكثر الناس جنة. لا يساويه من حمل مليارات، لا يساويه في شيء، لا يساويه في شيء. ويؤثر عن الإمام الشافعي أنه قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس، واحد هيموت وعنده أموال وعنده كذا، فقال أنا أوصي بهذا لأعقل الناس، قال صرف إلى الزهاد. يبقى لو قلنا مين أعقل الناس سيقال الزهاد. ليه؟ لأن اللي مجنن الناس التنافس على الدنيا، فيبقى أعقل الناس من يزهد في الدنيا. وهذا تصديقا لقول عمر الزكي الكيس الفاضل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا، أنفسهم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذا أعقل الناس وأكيس الناس وأحكم الناس. أما أن يعمر الدنيا
ويخرب الآخرة هذا ليس بعقل الناس، أما أن يزهد في الدنيا ويعمر الآخرة هذا أعقل الناس. قال لصرف هذا إلى الزهاد. ليه؟ لأنه عاقل. طيب والباقي ليسوا في عقله. ليه؟ لأن الدنيا أطارت عقولهم، أطارت عقولهم. الشغوف بالدنيا ده له مفتاح تسحبه بيه. واحد أكول بيحب الأكل هتجيبه سندوتشين، واحد بيحب المال، واحد بيحب المال شغوف بالمال هتدي له مال وتمشي زي ما أنت عايز، واحد شغوف بالمناصب هيردي له منصب ويمشي زي ما هو هكذا. أما الزاهد في الدنيا فلا يحكمه إلا دينه، فلا يحكمه إلا الدين، فلذلك هو أعقل الناس. وعن أنت قرأت دي؟ أقرأ. عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة. فإذا وردك الذي درس المذهب الحنفي إذا قال عن الصاحبين يقصد من؟ يقصد من؟ محمد بن حسن ومين؟ أنا بقول لما يتقال عن أبي حنيفة وعن صاحبيه تقول أبو حنيفة نفسه؟ محمد بن الحسن الشيباني مين؟ في حد أنا سمعت حد قاله؟ القاضي، القاضي أبو يوسف. نعم، والقاضي أبو يوسف. يبقى محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف. لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. حسبك. قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد فقال لقد صنفت كتابا في البيوع. ده في الزهد. ليه؟ ما معنى كتاب في البيوع؟ يعني كتاب في معاملات الناس في البيع والشجار وفي البيع والشراء والتجارة والعملات وكذا وكذا، ما فيها من حلال وما فيها من حرام، فمن تحرى الحلال فاكتسبه وابتعد عن الحرام فقد زهد، فقد زهد. فقال ألفت كتابا في البيوع، وذكر أن البيوع هي الزهد. ليه؟ لأنها تتكلم عن المعاملات الحرام، فمن تجنبها فهو زاهد، هذا ما قصده رحمه الله. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهوان. على هذا الكلام هو مواطن الذلة والهوان. على هذا الكلام هو بيرد الكفة تاني شوية علشان ما حدش يفهم كلامه غلط. ان يقول لك معنى ان تكون زاهد في المباحات او زاهد في الحرام مش معنى كده انك تتقشف وان تكون بين الناس سائلا وتسأل من هذا وتطلب من هذا وتتكفف هذا، وإنما قال أن تكون معتدلاً في المعاش كما قال. يعني الزاهد من يتحرز الشبهات والحرام بالتالي والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات. وعليه فليكن معتدلاً في معاشه بما لا يشينه، وهذا تصديقاً لقول الله. وإذا أردت أن تصنع لنفسك ميزانا تسير عليه في حياتك في مسألة النفقات، لأن الإنسان كثير ما يسمع من حرم، قل من حرم زينة الله، وإنك ده جانب، والجانب الآخر الزهد وعدم الترفه من الدنيا وكلام. طيب هو بيبقى ما بين المسألتين، فماذا يفعل؟ أقول لك قول الله حجة على الجميع. قال الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يضيق ولا يوسع لدرجة الإسراف. قال وكان بين ذلك قوام، ومعنى أنهم لم يسرفوا على أنفسهم بأن يطعموها حراما في الكسب، ولم يسرفوا في الإنفاق. يبقى الإسراف من وجهين، ما أسرف على نفسه في أن يطعمها حراما، وما أسرف في الإنفاق فأنفق في غير الوجه أو في أوجه الشيطان، هذا لم يسرف. ولم يقتروا، لم يبخلوا ولم يشحوا ولم يضنوا بما آتاهم الله من مال، فهذا يتكلم عن أوجه النفقة بما آتاهم الله من مال، فهذا يتكلم عن أوجه النفقة في الخير، هذا متعلق بأوجه الإنفاق في الخير. وأن تنفق على الزوجة وعلى الأولاد خير ما تنفق، خير ما تنفق، ولكن من غير إسراف، من غير إسراف ومن غير طرف، نسأل الله السلامة.
بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهوان. الذلة ان الناس تشوفه محتاج ويسأل ده ويمد ايده لده ويطلب من ده ويعمل كده، دي موارد للذلة وللهوان. ثم ضرب مثلا بعلم من اعلام اهل العلم المعاصرين. تفضل. قد كان شيخنا محمد الامين الشنقيطي يقصد به من؟ الشيخ محمد صاحب اضواء البيان، صاحب كتاب اضواء البيان، صاحب تفسير اضواء البيان. الشيخ محمد الامين، لان كلمه الشنقيطي بقت الشيخ محمد الامين، لان كلمه الشنقيطي بقت تسمعها كتير، محمد المختار، محمد كذا، محمد كذا. انما لما يقول محمد الامين، محمد الامين يقصد به عملاق الشناقطه، يقصد به زي ما بنقول كده الراس الكبير، وهو في العصر الحديث طبعا محمد الامين الشنقيطي الفحل العلامه صاحب كتاب اضواء البيان. وشيخ بكر كان من تلامذته وصاحبه زمن، وهو تاثر بلغته في الكلام، فلذلك تجد الفاظ الكتاب الفاظ قويه، لانه لازم الشيخ الامين واحب اللغه وعلوم اللغه من الشيخ الامين الشنقيطي. فالشيخ بكر تجد الفاظه قويه في الكلام، لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله بسطها وشرحها. بس برغم انه كما قلنا هو اكبر من الشيخ بكر بحوالي 16 سنه، ولكن لما راها رساله مفيده نافعه وفيها بعض الالفاظ التي تحتاج الى توضيح شرحها. وهذا ديدا الشيخ العثيمين يتكلم عن الشيخ الامين الشنقيطي لما لازمه. قد كان شيخنا محمد الامين الشنقيطي المتوفى في 17 من الشهر 12 عام 1393 من الهجره، يعني السبعينات في الميلادي، في السبعينات، رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. متخيل؟ يقول لك وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، مش عارف ده ايه. اما تديله مثلا ريال ما مش عارف ان ده ريال، تديله جنيه مش عارف ان ده جنيه، حتى عملة البلد اللي هو عايش فيها عملة المملكة، هو جلس عمر في المملكة ما مش عارف العملة، ما بيحتاجش. اما بيقص حاجة بيقول فلان اشتري لنا، فلان هات لنا، مش من معاه طبعا، مش من معاه، ان كان هو له ما له من مكانه، ومع ذلك كان ازهد الناس، ما بيفهمش حاجه في فئات العمله الورقيه. وبعض الناس هكذا ممكن يخلي ابنه، وبعض الناس هكذا ممكن يخلي ابنه هو القائم على مساله النفقات والماديات، هات 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 كذا، اعمل كذا اعمل كذا، هو نفسه يبغض ان يستشعر قيمه ان يمسك مال. يخلي ابنه، يخلي احد الطلبه بتوعه، يخلي كذا يخلي كذا، يروح يجيب له الفلوس ويجيب له اكله ويجيب له حاجته بس. طب قد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط. شنقيط فين؟ موريتانيا. ومعي كنز قل ان يوجد عند احد، وهو القناعه. نعم. ولو اردت المناصب لعرفت الطريق اليها، ولكني لا اوثر الدنيا على الاخره، ولا ابذل العلم لنيل المآلب الدنيويه، ورحمه الله رحمه واسعه، امين. نعم، كلام بليغ. قال كنز قل أن يوجد عند أحد، نعم، القناعة كنز، قل أن يوجد عند أحد، نعم، قل وشح وظن أن يوجد عند أحد، إلا من من الله عليه بعلم، ظن أن يوجد عند أحد، إلا من من الله عليه بعلم غزير. فقوم العلم على شهوات نفسه، وهذه منزلة قليلة أن تجد هذه المنزلة أو هذه المكانة. الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن لابن آدم وادي من ذهب لأراد أن يكون وادياه، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم، الناس هكذا، يقول لك لو يجي لي 10,000 يديه العشر، يقول لك عارف دول لو كانوا 100 كنت أعمل إيه؟ يدي له 100، يقول لك 200 بس، 200 يدي له 200,000، نفسي أمسك المليون، أعمل عمايل. هكذا الناس، والنفس لا تشبع ولا ترضى بالقناعة، خذ قناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ التحلي برونق العلم. لا طيب، وهو لو أراد أن يمسك بالمناصب كما قال رحمه الله، لو وصل إليه الملك فيصل كان بيسمع، كان بيحضر الحلقات بتاعته. الملك فيصل كان إذا نزل المدينة يحضر حلقات التفسير بتاع الأمين الشنقيطي، ملك المملكة. كان سهل يوصل المناصب، مش سهل،
كان سهل جدا، كان سهل جدا، لا سيما ان كان المفتي الشيخ بن باز موجود، والشيخ محمد بن ابراهيم، وكان الشيخ العثيمين، وكل هؤلاء يعلمون من هو الامين، كل هؤلاء كانوا يعلمون من هو الامين الشنقيطي. فلو ارادوا ان يقلدوه مناصبا لقلدوه مناصب، ولكن كان يرى بملابس رسته، وكان يرى بهيئه رسته، وكذلك بعض العلماء في زمانه كان الواحد منهم يرقع ثوبه، وكان يرى بهيئة رسة، وكذلك بعض العلماء في زمانه كان الواحد منهم يرقع ثوبه، ويأتي وإذا سئل ما تجيب ثوب جديد يقول لك ليه، هو ده باظ مش نافع وستر العورة وشغال خلاص، هو مشغلها كده طالما لسه بيستر العورة أجيب غيره ليه، ولما يتحصل في يحصل في قطع او حاجه يخيطوا ليه لسه شغال وستر العوره خلاص. ما كانوا ينظرون الى ذلك اصلا، وكان عندهم بساطه في مساله اللبس والترفه والهيئه. الامين الشنقيطي كان ممكن يبقى قاعد في مجلس زي اللي احنا قاعدين فيه ده كده، وبعدين يستشعر ان الملابس التي عليه قد اتسخت او حدث فيها كذا، ممكن يوم يقف جنب كده قدام الناس ويغير ويبدل السراويل، اصل هو هيخلع حاجه ويحط حاجه ويتنوا بالسراويل عادي، ما حدش يقول لك دوب بالسروال قدام الطلبه، لا لا لا، يعلمون ان هذه المظاهر الدنيا، وهو عندهم هكذا سهوله في التعامل. مساله الطعام واللبس والنساء وهذه بالنسبه اليهم مسائل بسيطه جدا لا تاخذ منهم حيز وما يفكرش فيها اساسا، على عكس ما نحن فيه. ولذلك لما كان في السودان كان مع علماء السودان، اكبر علماء السودان جالسين، وخاف الرجل الأكبر شيخ اللي هو مستضيفه من علماء السودان، خاف إن لما غسلوا له الهدوم وجابوها خاف إنهم يغيروا دمهم، فعايز يقول له يا شيخ الأمين ما تقلعش هنا وتلبس ما في الناس قاعدة وبتاع، فهو عايز يقولها له فمش عارف يجيبها له إزاي، فهم جايبها له بصيغة منتهى الجموع. احنا عندنا حاجة في اللغة اسمها صيغة منتهى الجموع، وهذه هي هذه الصيغة ممنوعة من الصرف، هذه الصيغة ممنوعة، وسراويل ولسراويل بهذا الجمع سبب اقتضى عموم المنع. سراويل دي صيغة منتهى الجموع، بهذا الجمع يعني على صيغة الجمع اللي هي منتهى الجموع سبب اقتضى عموم المنع، منع من ايه؟ من الصرف. فهو عايز يقول له برضو بهذا الجمع ما تغيرش السراويل. قال ولسراويل بهذا الجمع سبب اقتضى عموم المنع. قال لن نصرفها لا قبل ولا بعد، اطمئن يا ممنوع من الصرف، فبقوله لن نصرفها لا قبل الجمع ولا بعد الجمع، مش غير دلوقتي. وهكذا كان مسألة عندهم بسيطة، والدنيا هذه لا تساوي أي قيمة عندهم، يغير يلبس يشيل يحط هكذا. وكان يدخلون في بعض ما سمعت عنه أنه كان قد يدخل يدرس في الجامعة حافي، يقول لك النبي قال من السنة أنك تمشي بعض الأحيان يغير يلبس يشيل يحط هكذا. وكان يدخلون في بعض ما سمعت عنه أنه كان قد يدخل يدرس في الجامعة حافي، يقول لك النبي قال من السنة أنك تمشي بعض الأحيان حافي قدم، فكان ممكن يخش كده. لو قارنت هذا بما عليه المعلمين في الجامعات الآن ودكاترة الجامعة، الواقع أبلغ من الكلام لن نطيل. التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة، نعم، والوقار والخشوع والتواضع، ولزوم المحجة. المحجة ياخد خط تحتها ويكتب المنهج والطريق، اللي مع الكتاب ياخد خط ويكتب المنهج والطريق، ده معنى كلمة المحجة. ولزوم المحجة لزوم المنهج والطريق، أي طريق السلف وطريق الصالحين، بإمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها، هذا واضح من غير تعليق. وعن ابن سيرين رحمه الله العلم، الهدي خط يكتب فيها أي السمت، نعم. وعن رجاء ابن حيوة، فهو يقصد كانوا يتعلمون سمت الصالحين كما يتعلمون العلم، بيتعلم سمت الصالحين كما يتعلم العلم، نعم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى، هو رجاء ابن حيوة الكندي التابعي رفيق عمر بن عبد العزيز، كان من المقربين لعمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور رحمه الله رحمة واسعة، وهو من الشام، وهو من الشام، وهو من التابعين. أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، يقصد إيه لا تحدثنا عن متماوت ولا عن طعان،
يقصد بمتماوت، انت عارف بالعاميه لما نقول ايه الطري خرع، عارف انت ما تقول الناعم الطري الخرع كده، الطري في نفسه كده تحس ان هو ماشي دايما ايه مرهوق. انا طبعا بجيب لك الالفاظ العاميه اللي بنستخدمها كلها بجمعها لك على بعض عشان اوصل لك، طبعا بجيب لك الالفاظ العاميه اللي بنستخدمها كلها بجمعها لك على بعض عشان اوصل لك المعنى. خلاص عارف اللي هو ايه، يبقى قاعد في المكان خانع، تحس انه طري كده مش قوي، ولا حتى في الحق تلاقيه ضعيف. ده سبب، فهو يقصد هذا بمتماوت. وعكسه قال الطعان الجريء في الطعن في الناس وفي اعراضهم، فواحد خلصان وميت في نفسه طاري، والتاني جريء يطعن في أعراض الناس وفي الكلام عليهم ومتبجح. فهو بيقول ابعد لنا الصنفين دول في الكلام، لأن الكلام عن هذا وعن ذاك قد يريدك أن تغتاب وأن تقع في خطأ. فكان يقول لا تحدثنا عن متماوت ولا عن طعان لكي لا نحمل ذنوبا في الكلام. هذا ما يقصده. رواهما الخطيب في الجامع، مش الخطيب في الجامع الخطيب اللي واقف على المنبر، لا، رواهما الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، وفي الجامع بس الخطيب البغدادي في كتاب الجامع. نعم. وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. حسب أنا مش عارف أتكلم عن إيه ولا إيه دول. أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر. أنا أعلم إن الألفاظ دي بينة واضحة، واضحة المعنى، ولكن كم ترى حتى في من ينتسبون إلى العلم ومن ينتسبون إلى طلبة العلم، ما تعرفش تكلم معاه جد أبدا، كل كلامه هزار وضحك، وأما يضحك يعلي صوته يقهقه ضاحكا. ومعلوم ان الانسان لو بلغ المنتهى في الضحك بيبقى شكله عامل ازاي. في ناس بتنزل على الارض وتخبط برجليها وتقوم يعني وصوته ايه جيب. ومعلوم ان الانسان لو بلغ المنتهى في الضحك بيبقى شكله عامل ازاي. في ناس بتنزل على الارض وتخبط برجليها وتقوم يعني وصوته ايه جيب اخر الشارع، وممكن لو انت واقف هو في الدور الرابع وانت في الارض تسمعه فوق بيضحك. ايليق هذا بسمت طالب العلم الذي يعلم ان هناك جنه ونار، الذي قرأ قول الله وإن منكم إلا واردها، لما مر سفيان الثوري على الرجل قال أخبرك الله أنك واردها، قال نعم، قال أخبرك أنك خارج منها، قال لا، قال فعلم الضحك أو مبسوط أو صوتك جاب آخر الدنيا ليه. سمت طالب العلم لا سيما قرأ القرآن أو حامل القرآن، معلش دائما أنا بخص هذه الطبقة، ويعني أنا كنت متردد في شرح كتاب التبيان في أدب حماة القرآن للإمام النووي، ولكن سنرجو هذا الأمر الآن. ولكن طالب العلم ينبغي أن يكون كذلك، وإنما يكون عليه السمت والوقار، ما يعودش في مجالس العبث وعلو الصوت والضحك والكلام في أعراض الناس والنكت والحواديت ومجالس الكلام في كورة وصوته يعلى قد كده. كم من عبث وله ما ينبغي أن يجلس فيه طالب العلم. خلاص، والتنادر والضحك ضحك 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 على طول. طيب لما نقول هذا الكلام، إن كان طالب العلم ما ينبغي أن يتحلى به خاصة أمام العوام، أمام عامة الناس، أما إن جلس مع خواصي فهذا أهون. مش بنقول يبقى عادي، لا، بنقول هذا إيه أهون، إن جلس مع خواصي يعني المقربين منه، المقربين منه فهذا يكون أهون. أما أمام عامة الناس أن يكون رجل بيعلم الناس أو عليه معلومة أنه طالب علم أو يقف على منبر أو يصلي إماما بالناس ويقعد في المجالس ده يغلط معه وده يضحك معه وده يهزر ويضحك وصوته على قدك ده، هو يتكلمه في الكرة يتكلمه في كذا يتكلم، ما ينبغي لطالب العلم أن يكون كذا. تنظر من النوادر اللي هي النكت يعني، هذا في المباح، لا تظن أنه يقصد به التنظر الحرام اللي هو يضحك الناس بالكاذب، هذا ده داخل في الكبائر، ما بنتكلمش على ده بيتكلم التنذر الذي هو في المباح، ما ينفعش يبقى كده على طول. فما ظنك بمن يضحك الناس بالكذب ويعد نكت واشياء ما حصلت شيء، ينبغي ان تنتبه لهذا. وقال وادمان المزاح والاكثار منه، ادمان، شوف كلمه ادمان المزاح، يقعد يهرج ويضحك ويهرج، ما هكذا ينبغي ان يكون طالب العلم. ويقهقه، لو اردت ان تكون لك وقار طالب العلم تجنب أن يرتفع صوتك في الضحك أبدا، حتى لو ضحكت تضحك مكتوب، عارف الفايبريشن كده مثلا، اضحك على هزاز، تجنب هذا.
ما ينفعش طالب علم أو حامل وحي أو حامل القرآن يقهقه في الضحك بصوت عالي. كان نبيك صلى الله عليه وسلم تجنب هذا. ما ينفعش طالب علم أو حامل وحي أو حامل القرآن يقهقه في الضحك بصوت عالي. كان نبيك صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى لو ضحك الصحابة. كنا نجلس بعد صلاة الصبح فنتذكر أمر الجاهلية فنضحك ويبتسم. هذا صحيح مسلم. فنتذكر أمر الجاهلية فنضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت قول فضحك النبي حتى بدت نواجذه، يعني ابتسم حتى بدت الأسنان، هذا ضحكه. إنما قهقها ها 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 ويسمع الناس كده، لو هو في السادس يسمع الناس في الأرضي إنه عمال يضحك وهكذا. لو جلست في مثلا في برج أو عمارة أو كلام من ده، يعني الجالسون يعني يعلمون ما سأقول. هو أنت ممكن تبقى سامع واحد ضحكه جاي من الدور الرابع من عندك في المنور أو في المسقط أو حاجة، ضحك ضحك رجالا ونساء. ليه؟ طالب العلم إذا فرح الناس وضحكوا فينبغي هو أن يظهر عليه ما علم من كتاب الله من أمر الآخرة ومن أمر الجنة والنار. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. قال بيسيري فإنما يستجاز، يعني الجائز، الجائز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب، ما يضحكش على حد ولا يتكلم في أعراض حد ولا يتكلم على النساء ولا يتكلم على كذا ولا يتكلم على كذا، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله يعني ضحك باستمرار، ضحك باستمرار ونوادر باستمرار، هذا معنى فأما متصله. ولما أنا أفصل كلمة وأنت حاسس أنك ما كنتش عارفها، على طول خد خط واكتب فيها، مش لازم كل شيء أقول لك، خد خط واكتب فيها خلاص. وحاول أن تأتي اللي معك كتاب دائما، حاول يجيب معاه مرصاص أو قلم أو حاجة، ياخد خط ويكتب فيها على طول خلاص. متصله يعني باستمرار. مستدعي الضحك أصلا يقول كلام سخيف وكلام هايف ويضحك ويبص للناس عشان يضحكوا زيه، وبالعافية يا ابني. وما أوغر منه الصدر أو أوغر منه الصدر بشيء للناس، يضحكهم على واحد قاعد فيشيل في صدره منه ويحزن. تجنب ذلك، تجنب ذلك انك تضحك الناس على واحد ويبقى هو من جواه زعلان. وجلب الشر فانه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل ويزيل المروءة. اسمع، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. تخيل واحد كده انت شايفه في الشارع واقف كده وامام الناس وها ها ها ها، ده هو في نظرك بيبقى ايه؟ لو انت رجل عندك قدر من العلم بسيط كده، ده في نظرك ايه اللي عمال يضحك في الشارع بصوت؟ ما بقولكش احتقر امام الناس وها ها ها ها، ده هو في نظرك بيبقى ايه؟ لو انت رجل عندك قدر من العلم بسيط كده، ده في نظرك ايه اللي عمال يضحك في الشارع بصوت؟ ما بقولكش احتقر الناس، ولكن الخلفيه اللي انت خدتها عنه ايه؟ اصل واحد بيفهم كلامي ومرايح باصص له من تحت لفوق يبوظ الدنيا اكتر. ما نقصد ذلك، نسأل الله الستر. وكلنا فينا عيوب، فما ينبغي ان تحتقر احدا لذنب يقترفه. اما انت الطابع اللي انت بتاخده عنه ايه؟ انه لا يستحي امام الناس انه يضحك بالشكل ده. كل هذا انا بتكلم عن الرجال، فما ظنكم ان هذا في النساء ايضا؟ نسأل الله السلام. اقرأ الجملة وفي كتاب وعن الأحنف، وعن الأحنف ولا لسه وقد قيل، وقد قيل، وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. انتبه لهذا الكلام، من أكثر في، انتبه، من أكثر من شيء عرف به. أكثر قراءة القرآن عرف عند الناس بقارئ القرآن، أكثر من تعليم الناس، أكثر منه يعني فعله كثيرا عرف بأنه يعلم الناس. أكثر من السخافة عرف عند الناس بالسخافة. أكثر من الضحك يقول لك مش فلان الأراجوز، وكثير ما ده في ناس بتشتغل كده وكلكم عارفين. تخيل احنا بنتكلم على هذا وفي ناس شغلتها تضحك الناس ويطلع بأي كلام وبأي حاجة وأي سخافة في سخافة يقولها، وللأسف بيجد من يضحك على ما يفعل ويأخذ من أجل ذلك مرتب. قف به أمام الله يوم القيامة، قف بهذا بالأموال باللي انت عمال تعمله ده، عمال تضحك الناس بالحق وبالباطل وبالسخافة وبكذا وبكذا، فيعرف عند الناس في الأصل حتى لو الناس قعدت تضحك
بس انطباع الناس عنه اما يجي اسمه لو الناس قعدت تضحك بس انطباع الناس عنه اما يجي اسمه يضحك اما يجي اسمه يضحك كالأراجوز اما يقول اسمه لك اه ويضحك يشوفه تضحك من غير ما يتكلم لو شفته تضحك من غير ما يتكلم ليه عرف عند الناس أراجوز وكذلك هناك أناس لو رأيتهم ذكروك بالله لو رأيتهم ذكرت الله وذكرت الله ولو رأيتهم تذكرت الآخرة ولو رأيتهم فماذا تحب أن ينطبع عنك أنت كشخص تحب الناس تأخذ عنك انطباع إيه اختر لنفسك فأكثر مما تريد أن ينطبع عليك في عيون الناس أكثر منه شوف أنت الناس عايزة تعرفك به ويظن أن في هذا أي أريحي اكتب جنب أريحية يعني سعة خلق وصدر ما فكر أن دي سعة الصدر وسعة الخلق اللي متعصب أو خلقه ضيق شوية فقول لك احنا بنضحك عشان خلقنا ما يضيقش ماشي يا سيدي اضحك طب خليه بقدر اتفضل وعن الأحنف ابن قيس أنه قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه أي والله وكم من مجالس منصوبة عشان يتكلم في النساء ويتكلم في الطعام والنساء شهوة والطعام شهوة أتجلس في مجلس وتجمع فيه الناس من أجل أن تتكلم في شهوة البطن والفرج هذا ما يقصد من أجل أن تتكلم في شهوة البطن والفرج قاعد ونصب الناس حواليك وبتتكلم وقول لك الطبيخ الفلاني تعرف بقى لو جيت رحت اشتريت من الأكل من المكان الفلاني وحطيت ومش عارف إيه وإيه والله لو حضر الطعام يعني إحنا دلوقتي مثلا واحد قال أنا هعشيكم النهاردة إن شاء الله وكده ففلان قال له لا تجيب من فلان فلان النهاردة إن شاء الله وكده ففلان قال له لا تجيب من فلان فلان قال له لا تجيب من علان لا ده علان أحسن هذا لا مانع فيه ولأن ده مش هياخد وقت بسيط إنما ينصب قاعدة عشان يقعد يتكلم في الطبيخ ووصف الطعام ووصف الأكل والتاني يقول له بس جوعتنا يا ده إيه تجلس تنصب مجلسا لتتكلم عن شهوة الفرج وشهوة البطن فقال جنبوا مجالسنا الكلام في النساء وفي الطعام وكثير ما هم حتى يخوض في أعراض النساء كمان وإلى الله المشتكى كم من أناس يفعلون ذلك وينصبون لذلك المجالس تفضل في كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى حسب يقول عمر رضي الله عنه ومن تزين بما ليس فيه شانه ليس فيه شانه الله يعني فضحه يعني هو في الصفات دي ويظهر أمام الناس أنه إيه زاهد وارع وهو ضحك بالباطل ويخوض في أعراض الناس ومتجرئ ويتكلم في النساء ويتكلم في الطعام وضحك عمال على بطال ولا يفيد الناس ولكن يحب أن يظهر سمتا هو ليس أهل له قال شانه الله هو يريد أن يقول لك المصنف يريد أن يقول لك إذا تظاهرت بسمت فالزمه حاول تخليه طابع فيك ما يبقاش ظاهر بس خلي الظاهر كالباطن هو يريد أن يقول ذلك لأنه من تزين بظاهر وأخفى باطنا شانه الله أي فضحه بين الناس وهذا تصديق لقول زهير لقول زهير نبي سلمة الشعر المعروف كانوا يسمونه شعر الحكمة كان أغلب الأبيات التي يقولها حكمة والمعلقة مليئة بكلام فعلا حكم وتتوافق مع الشرع أيضا يعني كقوله مثلا لسان المرء نصف ونصف فؤاده فلا تبقى إلا صورة اللحم والدم فكم من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم طول ما هو ساكت عجبك لو تكلم يزيد قدرا ينقص ينقص يبقى اللسان اللي بيحكم خلاص فكم من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم ومن يجعل المعروف في غير أهله ويندم
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. المنسم الرجل بتاعت الإبل، الإبل خلاص. ومن لم يصانع في أمور كثيرة، يعني تشوفت اللي بيقولك بيميل مع الريح شوية. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب يتاكل ويوطأ بمنسم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة خصلة ذميمة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هو ده نفس هذا البيت الأخير، نفس الكلام. قال ومن تزين بما ليس فيه فضحه الله شأنه الله. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها ظن على الناس تعلم. كفاية عشان الناس اللي بتنام. هعملها لك طيب بعد الدرس الوقت. ها طيب، التحلي بالمروءة يا قطعة صغيرة ناخدها وخلاص. اتفضل. تحلى بالمروءة، التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه. اقرا الخصال دي بالراحة ومش هنشرحها، بس انت ركز فيها كده وبيقرأ. وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام. يعني مش الدين انك تكشر في وش الناس، انتبه. مش الدين او الخشوع ان واحد يجي يسلم عليك ليه ايده بتوجعك. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. دايما خلي وشك في وجه الناس طليق بشوش كده ويحبوك. انا اتذكر ان انا لما تقدمت لخطبه زوجتي، جدتها امراه كبيره غير متعلمه مسكينه، يعني كل شوية تروح تقول له هو بيضحك زينا كده. ليه؟ هم واخدين انطباع كده عن الملتحين. الإعلام وبعض الملتحين عليهم عامل كبير في ذلك، بعض الناس الملتزمين وكذلك الإعلام عليهم عامل كبير في ذلك. فهي ببساطة غير متعلمة، ولكن كل شوية تروح تسألها تقول له هو بيضحك زينا كده، بيهزر بيضحك كده زينا. ليه؟ لماذا هذا الانطباع؟ انطباع ده خدوه عننا ليه؟ قلت لك الإعلام وبعض أخطاء المنتسبين للالتزام. ما فكر أن الخشوع أن يمشي مكشر ما يتكلمش مع حد، هذا منفر. وما كان نبيك كذلك صلى الله عليه وسلم. وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة في من غير كبرياء. الأنفة عن الباطل، خليها كده، الأنفة عن الباطل، ده معنى الأنفة في غير كبرياء. الأنفة عن الباطل وعن لهو الناس والدنيا وكذا وكذا. نعم. والعزة في غير الجبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. إيه بقى اقرأ الخصال دي كده وركز فيها، وهي مش محتاجة شرحة تفهمها إن شاء الله. وعليه فتنكب خوارم. تنكب يعني ابتعد وتجنب. تنكب يعني ابتعد وتجنب. خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة. خلي بالك كلمة خوارم المروءة دي، ده لفظ معروف عند المحدثين خصوصا، يعني لفظ خوارم المروءة. مين اللي يوصف بالعلم ويوخذ منه؟ وخصوصا أهل الجرح والتعديل يعلمون ذلك، وتكلموا في مسألة خوارم المروءة كثيرا جدا. لو شفت واحد بيضحك في الطريق بضحك عالي، هذا من خوارم المروءة. لو شفت واحد بيأكل في الطريق، هذا من خوارم المروءة. كما ذكرت لك، إلا في أماكن تكون مخصصة للطعام. هم على زمانهم كانت في اماكن مخصصه للطعام مش زينا دلوقتي. يعني دخل في مكان في مطعم برضه مش امام الناس، والاولى ان يكون في بيته او في سيارته، هذا اولى ان يغلق عليه. فان اضطر الى ان ياكل في مكان مخصص للطعام فلا مانع ان كان مكان هكذا. اما ان يمشي في الشارع وتلاقي مسك سندوتش ومسك علبه وعمال ويلب وبتاع وكلام وايس كريم وهكذا، صاحب العلم عدوا عليه ذلك انه من خوارم المروءه. من خوارم المروءه. من حرفة مهينة يجري في الشارع إلا يكون رياضة، يعني إنما تلاقي واحد بالجلابية عمال يجري مثلا، أو خلة رديئة كالعجب والرياء. يعني إيه خلة؟ صحبة. يقصد العجب بنفسه، أن يعجب بنفسه، وهذه مشكلة وطامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: فرب رجل تعجبه نفسه مرجل جمته
مختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة من أجل كبره وبطره وإعجابه بنفسه. فانتبه لذلك ودائما اتهم نفسك بالتقصير كما ذكرنا في الدرس الماضي، واحتقار الآخرين حتى ولو كانوا على معصية. ما ينبغي أن تحتقر الآخرين، والله قال وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فانتبه، ليس معنى أن الرجل في معصية أن تحتقره. نعم في نفسك تحتقر المعصية نفسها، إنما الشخص لا، تحتقر المعصية لأجل أنها معصية، إنما الشخص لا، ما تحتقرش الشخص. وكم من إنسان أفسد ما أصلح باحتقاره للناس، فإذا رأى امرأة متبرجة مثلا، إنما الشخص لا، تحتقر المعصية لأجل أنها معصية، إنما الشخص لا، ما تحتقرش الشخص. وكم من إنسان أفسد ما أصلح باحتقاره للناس، فإذا رأى امرأة متبرجة مثلا ينظر إليها نظرة أو يبصق أو كذا أو كذا، لا، الناس لا، تحتقر الخصلة نعم أو المعصية نعم، واحتقار الخصلة والمعصية ده يكون بالقلب مش بكذا. أما هذه فماذا تحتاج منك؟ تحتاج إلى توجيه أو كذا أو كذا أو كذا بأدب وحلم مع غض بصر، ما تحتاجش أنك تبص وتف وتبص بعينك وهكذا. هذه ليست أخلاق من الدين في شيء، هذه ليست أخلاق من الدين في شيء. يصلي الفجر وبعدين يلاقي يقعد للشروق، يصلي الضحى وهو خارج يلاقي واحد لسه صاحي من النوم ونزل من بيته، يقول له صلاة الفجر، يقول له لا، يبص له بصة احتقار أو بصة زلة، لا لا، لولا أن الله من عليك ما صليت، ولولا أن الله هداك لهذا ما اهتديت. فما ينبغي أن تتفخر. طيب يعني ابتعد عن الأماكن التي تشوبك، وانتبه لهذا لأنها خصلة قد لا تتوفر في كثير من الناس. ممكن يخش يقعد في قهوة، يقعد في كافتيريا، يقول لك أنا بشرب حاجة مش حرام يعني، لا لا، تجنب مواطن الريب، تجنب مواطن الريب. يخش بسمته بشكله بهيئته وهو طالب علم أو حامل قرآن أو كذا، ويخش يقعد في كافيتريات أو في مكان فيه غناء أو كذا أو كذا. انتبه، لا مش مناطق قريبة بس، دي مناطق كمان معصية، معصية ولو قبضك الله وأنت فيها. بس هو ده السؤال، يقول لك ففرح فلان، فرح فلان عامله أغاني ودب ورز، يقول لك ها بص أسلم واخر. طيب تأمن ألا تقبض فيه وانت بتسلم عليه وقعت؟ تحب أن تلقى الله وأنت في مثل ذلك المكان؟ لا. هيزعل؟ ما يزعل، ما يزعل، ما يزعل، ما يزعل، انصحه ويزعل، ما يزعل. هو بعد كده هيعرف انت ايه يعني. هو الناس ما بتدعونيش لأفراح أو لأفراح، بيقول انا بعرفك بس وانا عارف انك مش جاي، بس انا بعرفك ان اقول له ماشي خلاص، الانطباع اتخذ عنك كده. علم الناس ان هذه الافراح اللهو ما بنحضرهاش، علم الناس ذلك، لان انت لو رحتها ممكن يتخذ عليك ويقول لك انه مباح، وانت بسمتك او بلحياتك او طالب علم او كذا يقول لك طب ما الشيخ فلان بيروح الافراح اهو، امال ما قافلين علينا الدنيا ليه وعاملين ليه؟ انا اقول لك تجنبها، ولو كان صاحب الفرح اخوك. شوف انا بقول لك ايه، تجنبها، ما فيش حاجه اسمها سلم وامشي. تحب ان تقبض وانت في هذا المكان؟ فان قلت نعم فذهب. لو مت والدجيج شغال جنبك كده وشباب عمال يرقص على المسرح ونساء على رجاله ودخان وبتاع وكلام من ده، ما رايك؟ تحب تموت هنا والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس؟ طب تحب ان الناس تشوفك وانت فرح حب باللحيه والمنظر ده؟ تحب الناس تشوفك وانت فوسط واقف جنب السماعه بتاع الدي جي وعمالة تهزك؟ تحب تشوف كده؟ ما ينبغي، ينبغي أن تنتبه، لا تلتمس رضا الناس في سخط الله. هو خلاص قل له والله هو بيدعو، قل له فرح عادي ولا فرح كذا، هات من بابه تلت، انت فرح عادي ولا فرح كذا، لا ده والله فرح في كذا، قل له طيب أنا بحضر في كذا إن شاء الله، لو كتب كتاب معمول في المسجد هحضر في المسجد في كتب الكتاب، عايز تزوره زوره تاني يوم، لو هو هيزعل زوره تاني يوم في بيته لا مانع، ثالث يوم رابع يوم روح له البيت، هذا لا مانع منه. إنما الموطن ده لا، كل تعلم أن كل ما هو يغضب الله حط خط أحمر قدر المستطاع، تجنب ذلك، تجنب ذلك. وإلى الله المشتكى من أفراح المسلمين ونعم الوكيل، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تعجبه نفسه ورجل جمته. استغفر الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب. أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فقف له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الصبر على محن الدنيا، وأن يرزقنا الرضا بالقضاء، وأن يرزقنا برد العيش بعد الموت، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.